الرحيم، أنا دكتور عبد الفتاح فرير، أستاذ أمراض القلب بطب الزقازيق. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع مرض الشريان التاجي اللي أصبح للأسف شديد منتشر في حياتنا جدا، ومنتشر عندنا، ومنتشر أكتر في جميع في العالم كله بصفة عامة. فإحنا بداية المرض بيجي مع السن، لكن في عوامل خطورة كتيرة بتسبب إحداث هذا المرض، زي ارتفاع ضغط الدم، السكر، التدخين. هي يعني ما بيبقاش في عامل واحد بس هو بيسبب المرض، لأنه تعدد الأسباب وتعدد العوامل ديت. فإحنا بنحتاط جدا إن إحنا أول من ضمن الحاجات اللي بنتابعها إن إحنا بنعالج كل الأمراض اللي قد تسبب المرض أو بتعتبر عوامل خطورة للمرض. طبعا التدخين أصبح من العادات السيئة جدا الموجودة كتير، ويا ريت احنا طبعا بندعو كل المدخنين للتوقف عن التدخين فورا. هيستفيد مهما كان سنه ومهما كان عمره ومهما كان بيدخن، هو يستفيد جدا منه. اللي عنده ارتفاع ضغط الدم بنتعالج كويس، اللي عنده سكر يتظبط كويس. وطبعا بتيجي، يمكن انا هركز اكتر معاكم النهارده على موضوع الاكل صراحه، لان موضوع الاكل وللاسف ممكن يبقى من الطبيب ان هو بيكتب العلاج وبينسى خالص يقول للعيان او يقول للمريض ايه ياكل ايه ويعمل ايه. فاحنا طبعا عندنا بالنسبه للاكل، اول حاجه بنقول الحوادق بلاش منها، الحاجه السمينه والدسمه بلاش منها، الحاجات المقالي بصفه عامه ناخدها خليها في اضيق الحدود، اي حاجه فيها زياده في الدسم، الحاجات اللي فيها برضو بتحتوي على كوليسترول كتير زي صفار البيض وجلد الفراخ والكبده والكلاوي والمخ والكوارع والكرشه، الممبار، القشريات من الاسماك مثلا زي الجمبري والاستاكوزا والكابوريا، الحاجات دي كلها برضو بنبتعد عنها بقدر ما نستطيع. من ضمن المشاكل اللي بتواجه برضو المريض الشريان التاجي اللي هو موضوع الاكل والشبع، فبنحتاط برضو ان احنا لما ناكل ما نشبعش، ولما ناكل ما ننامش على طول، وبرضو لما ناكل ما نعملش مجهود على طول. الحاجه الثلاث حاجات دول الحقيقه مهمين جدا جدا، لان هم عاده ما بيدخلوا العيان بتاعنا او المريض بتاعنا في ازمه قلبيه، فلازم لما اكلنا ما نشبعش. وده طبعا ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، نحن نلتزم، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، ولا ما ناكل برضو ما نشبعش. فدي حاجه مهمه طبعا، مع تجنب الارهاق العضلي والعصبي. والعصبي طبعا بقى كتير اول يومين دول، بنقولش مش هنتعصب، لكن بنقول ان احنا لما نتعصب نبقى في كنترول علينا شويه، ان احنا نحتاط قوي، لان العصبيه برضو من ضمن المشاكل اللي قد تؤدي لاحداث الشريان وفي نفس الوقت لاحداث الأزمات القلبية اللي قد تودي بحياة الإنسان. فنحتاط جدا منها قدر ما نستطيع، ونتمنى له طبعا لكم السلامة للجميع والشفاء من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا.